زينب عالمة من علماء الأمة تابعية، قالت نعم العبادة على المخدة، وفعلا صدقت، نعم العبادة على المخدة، عبادة ومخدة نعم العبادة. فكيف نجعل النوم عبادة؟ ها يا أخوان، جابها. إذن نتوضأ، بس الوضوء كان بيأخذ منك دقيقتين، ثلاث يا معود. أنت أصلاً تبي تروح دورة المياه رايح رايح، وبتغسل فمك وبتتسوى وبتمعجن، توض. اسمعوا ما للمتوضأ، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ قبل أن ينام نام معه ملك بين لبسه وشعاره جلده يستغفر له حتى يصبح. نعمة ولا إنه بنعمة؟ واحد إذا رايح لمكة تكفى ادع لي، هذا ملك نازل من السماء يستغفر لك. وإذا وإن تعار، تعار يعني قام استيقظ، فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا أجيبت دعوته، وإن استغفر غفر ذنبه، وإن مات مات على الفطرة.